السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنبدأ كورس إدارة المشاريع الاحترافية البي ام بي. ده طبعا لآخر طبقا لآخر إصدار من معهد البي ام اي، ومع المهندس صالح الجبالي هو المحاضر. إن شاء الله هنبدأ النهاردة السبت 10 أغسطس 2024. هسيب لكم الروابط أسفل الفيديو. الفيديو هيكون عبارة عن 6 محاضرات، سبت واثنين واربع، هما أسبوعين، وإن شاء الله المعلومات هتفيدك في ان انت تاخد شهادة، وهتفيدك كمان في الشغل الحقيقي وفي شغل إدارة المشاريع. اللقاء إن شاء الله هيكون على الزوم، فالناس تكون مسطبة الزوم، وده اللينك ده هدوس عليه من دلوقتي على أساس تتسجل ويجيلك تنبيه إن وقت المحاضرة النهاردة دلوقتي، فحاول إن انت تتضم قبل المحاضرة ب5 دقايق، وخليك متأكد من السماعات وكل حاجة إن شاء الله، عشان لو في أي مشكلة نقدر إن احنا نلحقها بإذن الله. وشكرا لكم.